مشاهدينا أهلا بكم. كثيرا ما نتلقى اتصالات هاتفية من أرقام لا نعرف أصحابها، فما كان من المبرمجين إلى أن لجأوا إلى إنشاء تطبيقات عدة للكشف عن هوية المتصلين، والتي شهدت انتشارا واسعا في متاجر الهواتف الذكية، إلى أن البعض قد يستخدم تلك البرامج لأغراض تجسسية أو للبحث عن أرقام شخصيات عامة وبياناتهم الشخصية، الأمر الذي سبب نوعا من انتهاك الخصوصية. وحول الموضوع قام فريق النشرة الإلكترونية بإجراء اتصال هاتفي مع مستشار أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية الأستاذ رائد الرومي، والذي أفاد بالتالي. انتشرت مؤخرا الكثير من التطبيقات والبرامج التي تبحث برقم الهاتف والاسم للاستدلال عن المتصل، وهذه البرامج تنتهك خصوصيتك وخصوصية الآخرين، فهي تسحب جميع المعلومات المخزنة في قائمة الاتصال بتليفونك وتصبح متاحة في قاعدة بيانات البرنامج، وهي قابلة للبحث من قبل المستخدمين. وهذه البرامج تمثل خطر كبير على الصعيد الاجتماعي والشخصي والأمني أيضا، فقد تتفاجأ في بيانات وأسماء مخزنة بشكل يؤثر على سمعة الإنسان، وكثيرا مما أدت هذه البرامج إلى حالات الطلاق بين الأزواج. ومن ناحية أمنية، هناك الكثير من البيانات الحساسة لشخصيات أمنية وسياسية متاحة في ذلك البرنامج بمجرد بحثك عن الاسم أو الرقم، لذلك انتبهوا من استخدام هذه البرامج التي تنتهك خصوصيتك وخصوصية الآخرين.